فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر في حديث فضائل الصلاة والجمعة ورمضان، هل لا بد أن يجتنب كل كبيرة لكي يحصل على ثواب التكفير؟ لا، هو ما اجتنبت الكبائر يعني إن الجمعة والصلوات الخمس ما تكفر الكبائر، ما تكفر إلا بتوبة، أما الصغائر فتكفرها صلاة الجمعة والصلوات الخمس. نعم.